חברים, אנחנו פה בסודן בחרטום, אנחנו פה באמצע מזבלה, קבלו, ופה מעבר לגדר יש בית קברות יהודי, ועכשיו אנחנו הולכים להיכנס. Assalamu alaikum. Thank you very much. Where are you coming from? We are coming from Dubai. United Arab Emirates. أنا نشوف في نوع من الهرولة للتطبيع. احنا أولا ما نشاركش فيها وما نباركش فيها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى قضية مقدسة. أنت لا تستحق هذا المنصب، وكل هؤلاء الذين كانوا في أوروبا وجاءوا يحكمون الآن غير جديرين بأن يحكموا هذا الشعب العظيم، وستتحرك الأمة السودانية عن بكرة أبيها لتقول لا، لا لإسرائيل، لا للتطبيع، لا للعملاء. شكرا.